حلوني يا ابائي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اسمحوا لي ابتدي بقول للعلامه اوريجانوس بيقول ايه العلامه اوريجانوس بيقول بينما تستحي تستحي يعني تتكسف بينما تستحي كل الخطايا في الظهور امام الناس يعني اي واحد بيعمل خطيه عاوز يخبيها وكل الخطايا خوافه ما تحبش تبان في النور تتبجح الذات في الظهور وتفضح صاحبها فتظهر في الكنائس واماكن الخدمه كل الخطايا تخاف ما عدا الذات تكشف صاحبها لان بتبان عليه الذات قوي والغريبه ان ما تلاقيهاش هو بيقول يعني او بنعاني منها في الكنيسه وفي الخدمه لو حبيت اسالكم الذات ايه هي مين يقدر يجاوب يعني ايه كلمه ذات يعني ايه كلمه ذات حد يجاوب طيب الحقيقه سالوا يوحنا الدرجي او يوحنا السلمي لان هو كان ليه كتاب مشهور قوي المهم يعني يوحنا الدرجي ده سالوه قالوا له ايه هي الذات؟ فالراجل فكر وجاوب الإجابة اللي أنا هقولها لكم الذات هي رأس والدة كل الأوجاع كلمة أوجاع عند الآباء يعني الخطايا هي رأس يعني هي الراس وهي الأم لكل الخطايا ولا يترأس عليها شيء وأولادها هم حد طفى النور ولا حاجة؟ ما تسيبوا النور يا جماعه ربنا ينور عليكم ده احنا بنقول كما في السماء كذلك على الارض سماء كلها نور طيب اصل انا مش عارف اشوف دلوقتي اللي انا كاتبه هو, هو يعني في غرض من ال اوكي مش اكتر طيب طيب خلي بالكم يوحنا درجه قال ايه الذات هي راس لام لكل الاوجاع ودي مفيش حاجة فوقيها وما نقدرش نعرفها بكلمة واحدة لكن نقدر نعرفها من خلال أولادها اللي بتولدهم فأنا هسألكم سؤال لأن دي لجنة نقاش وهتردوا عليا بسرعة وأنا هعلق على كل حاجة مرة واحدة لما أنا أقول إيه هي بنات الذات أو إيه هي أولاد الذات كل واحد هيرفع إيده ويقول حاجة في كلمة واحدة ربنا يعوضك ربنا يعوضك ها ايه يا بنات الذات قال لك الذات ما نقدرش نقولها كخطيه لان الذات دي ام لخطايا كتير قوي لما تعرف الخطايا دي هتعرف انت بتقع في الذات ولا لا ها اتفضلي أبز... حب المديح اه يعني ايه حب المديح احب الناس جدا تشكرني وتبجلني وتديني وضعي تمام مين فينا ما بيحبش دي ده اوقات فينا لو انا عملت حاجه حلوه ومحدش مدحني أروح أشحت منه المديح، يعني أقول كلمة حلوة كده، وبعدين ما حدش قال لي ربنا يعوضك يا أبونا، تعيش وتعلم يا أبونا، فأروح لأبونا يوحنا أقول له باين الكلمة اللي أنا قلتها كلمة ما كانتش قد كده، فيقول لي الله دي كانت حلوة يا حبيبي، أقول ما تقول يا أخ، ما تقول يا أخ من الأول يا أخ، يعني تنشف ريقي عشان أشحتها منك، آه بنحب المديح بنحب ال... يا سلام لما واحده عملت صينيه مكرونه بالمشامبيل لعيالها وطلعت حلوه شويه ومحدش من عيالها قال لها يا ماما المكرونه حلوه تتنكت وتفضل تسمم فيهم اسبوع ليه هي عاوزة مديح الله هنشوف دي هنشوف دي ايه تاني انت قلت برافو قلت دي اول واحده ها مين يقول لي حاجه تاني من بنات الذات ها برافو الكبرياء يعني ايه احساسي ان انا افضل منك فاكرين الفريسي والعشار الفريسي داخل بيعاير ربنا <applause> بيقول له انا بصوم لك يومين في الاسبوع انا بدفع لك العشور من كل حاجه ما فيش حاجه بتفوت انا حاسس ان انا احسن من العشار الوحش الخاطي بتاع الفلوس اللي جنبي ده طبعا دي خطيه كبرياء انا مش أخش في التفاصيل لان الموضوع بتاع النهارده طويل قوي بس قاعدين بنعد علشان ده يساعدنا في التوبه وفي الاعتراف قلنا حبه المديح اتنين الكبرياء هتقولوا حاجه ثالثه مش شايف ايدين مرفوعه ها لا اه لا اقبل النقد او الاختلاف لو واحد انا اقول على نفسي انا خاطي لان دي انا مقول انا خاطي يا جماعه انا خاطي هتقولوا عليا متضع يجي بقى ابونا يقول لي تعرف يا ابونا في الموقف بتاع امبارح انت فعلا زودتها شويه يقول يا ابونا كلام كويس يا ابونا ده انت من سنتين كنت بقميص وبنطلون يا اخي واخدي بالكوا اول ما داس على حته فيا فيها ذات قلبت قلبت ليه اتاري ان انا لما بقول انا خاطي دي تمثيليه لكن لما حد قال لي انت خاطي قلت له اتكلم على قدك الله ده انا فيا وحش بقى هايل ما بحبش النقد ايه كمان من صور الذات اتفضل الانانيه اه الانانيه انا الاول حتى في البيت كده ليا فوتيه في الليفينج روم واحب كده النسكافيه بتاعي والمج بتاعي اللي محدش يشرب منه واحب وانا قاعد اشغل الناس كلها ماما انت داخل المطبخ اي حبيبتي في حاجه هاتي لي ميه معاكي وانت جاي طب ما انت تقوم يا اختي انا احب كده الناس تخدمني سيلف سنترد كده وطبعا ما دام قلنا الانانيه اختها الطمع حب النصيب الاكبر اه كل ده في الذات هايل هتقولوا لي حاجة تاني اتفضلي. آه صغر النفس على فكرة زي ما قلنا في كبر النفس في الذات من أمراض الذات صغر النفس تلاقي اللي عنده ذات ده يفرح قوي بالمديح علشان يا إما متكبر ويحب المديح يا إما يا عيني عنده نقطة ضعف أو صغر نفس فمصدق حد يمدحه. ولو حد جه وقال له على فكره هو محضر مؤتمر يا ابونا المؤتمر ده السنه دي ما كانش حلو زي اللي قبله تلاقيه حزين وزعل وجاله احساس بالدنيه وان انا ما بعرفش اعمل مؤتمرات وانا هبطل خدمه بقى انا مش نافع في حاجه ليه يا حبيبي كل ده؟ اتاري ان صغر النفس من الذات بس بنعتبره مرض اكتر منه خطيه لانه بيبقى ليه ليه تركيبات نفسيه كتير ها قولوا لي ايه تاني من خطايا الذات احنا قلنا في حاجه مشهوره قوي 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 الغيره الغيره مرض من امراض الذات اه غيره من امراض الذات يعني ازاي الغيره من امراض الذات فاكر مره مثلا ايه كنا بنضحك مع ابونا يوحنا كنا رايحين في دير الانبا شوي من 15 20 سنه فابونا يوحنا باقي معروف عننا كلنا يعني ابونا يوحنا باقي ابونا طب واحنا ايه هوا يعني اللي ماشيين جنبه طب ما حد يسلم علينا واخدين بالكم مثلا يعني احنا طبعا بناخدها بضحك لان نشكر ربنا المحبه موجوده بينا يعني ده ما كانش شعور حقيقي ده احنا كنا بنضحك يعني انتوا واخدين بالكم لكن مع حد تاني محبته قليله يقع في الغيره لان الغيره اساسا ذات انا احب انا اكون متميز فلما يجي كاهن يخدم معايا الشباب مثلا زي المتنيح ابونا مينا وابتدى الولاد يحبوه اكتر من ابونا هل احبه افرح له أغير منه ولا أقول يا رب يروح أمريكا يا رب؟ ما أنا مش عارف اللي هيكشفني إن أنا عندي ذات حتة غيرة، بغير ولا بفرح إن ربنا بعت لي واحد خادم معايا في فصلي ممكن الولاد تحبه أكتر مني ويفيدهم أكتر مني، يبان بقى الخادم المتضع من الخادم اللي عنده ذات، قولوا لي تانية كمان ها ها تفضلي لا شيلي وكلمي البحث عن الك... دي فيها جانب شخصي شويه كشخصيته كمحبه للكمال و لا بس في حاجات في الذات واضحه قوي 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 منها على سبيل المثال الادانه انا ليه بدين واحد عشان انا شايف انا ايه افضل منه او انا ما عملش الخطيه اللي بيعملها دي اهل الادانه من الذات شوفوا الذات فيها كام خطيه احنا قلنا غيره وقلنا ادانه وقلنا افتخار ده في كمان بقى الافتخار عارفين يعني الافتخار الزهو يعني ايه الزهو احنا ماري مرقس احنا ماري مرقس في كنايس بتتحاول تتعلم مننا الخدمه بس الفرق كبير الحقيقه قوي ايه ده ايه ده شعب الله المختار في ايه؟ اوقات التون ده بيكون موجود افرح بعمل ربنا اه افرح ان ربنا ادالك معلمين وادالك خدمه وادالك 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 لكن اوقات انا ببقى قاعد في الناس كده اروح اروح مثلا واحد منكم يروح في كنيسه تانية لا يزور قرايبه في امريكا يقول له انت كنيسه ايه في مصر؟ يقول لهم ماري مرقص مصر ماري مرقص مصر الجديده قولوا كمان قولوا لو سمحت آه. احنا كده فعلا احنا كده احنا كده امال لو حكيت لكم على فضائلنا بقى طب ما احنا عندنا مصايب الحقيقه برضه <applause> يعني هو كله فضايل ها الحقيقة ممكن يكون عندي حاجة اسمها الزهو والافتخار تقول له اسم حضرتك يقول ايه لك الدكتور مينا مالها مينا مينا وبعدين لما اسألك أنت بتشتغل إيه قول له دكتور لكن في بقى الدكتور شو الدك واخدين بالك طالعة زي من بقي ماشي يا سيدي خلي الدكتورة تنفعك قدام ربنا ها حاجات مين دي كتير قوي في دي اسمها الزهو والافتخار في حاجة كمان في بالذات الغضب الغضب لسه واحد كنت عامل ندوه للشباب كده بقول لهم على بقول لهم الغيظ فبقول له اكتر واحد اكتر حاجه تغيظك ايه قال لي انا ما يغزنيش الا الاغبيه اللي حواليا يا نهار ابيض انت واخدين بالكم عمل ايه ادانه وشتيمه وتبرير لخطيط الغيظ اللي جواه اعمل ايه يعني تقول له ايه انت انت بتغضب يقول لك مع المستفز بس بتشتم مع اللي يغزني بس، الله. ففي هنا حته بايخه قوي ان الغضب في ذات اه مش مستعمل الناس اللي حواليا. ثلاث مرات اقول لهم ومفيش حد بيتعلم، مفيش حد بيقول حاضر. اعمل ايه؟ ما قالش الغباء <applause> طيب، في حاجه كمان اسمها تقبيح الاخر تقبيح الاخر دي ازاي بصوا اوقات الواحد بسبب الذات اللي عنده يحب يبقى متميز فالتميز ده حاجتين يا اما انت تنجز قوي يا اما اللي حواليك تحسسهم ان هم ايه دي بتبان في الشغل قوي يعني يقولوا لي مثلا ايه ايه رايك في ابونا يوحنا باقي انا هفترض بقى ان انا ايه يعني عندي ذات عاليه قوي قوي اقول يوحنا باقي ده ده قديس الكنيسه قديس الكنيسه قديس قديس اشهد انه قديس ولكن احيانا واقول احيانا على ساعه قليله واحكي نص ساعه على مصايبه مش قدسك يعني واحد تاني من غيرك المهم يعني فدي اسمها ايه دي, دي اسمها ايه تقبيح الاخر عشان انا ايه ابان عشان ما يبقاش في حد في الصوره غيري انا الحقيقه الذات صورها كتيره قوي قوي منها العند ايه رأيكم إن العند صورة من صور الذات؟ لدرجة مرة واحدة بقول له أنت عنيد؟ قال لي وأفتخر. قلت له بتفتخر في إيه؟ قال لي بص أنا ممكن أكون غلط بس ما أرجعش في كلامي. إيه المنطق اللي أنت بتقوله ده؟ عند العند وراها إيه؟ ذات كبيرة قوي قوي. طيب يا أبونا سامحه؟ لا ما سامحهوش. في إيه؟ ليه كل ده؟ أهو العند دي صورة من صور الذات. حاجات كم حاجة كمان عدم الغفران انا ما بغفرش ليه عشان حاجتين محبتي ناقصه وذاتي عاليه ذاتي عاليه ليه واحد من خدام غلط في اخدت منه موقف نفسي فيقولي ويقولوا لي يا ابونا سامحه ده انت كلك ابوه ده المسيح سامح بطرس اللي انكره اقول لهم اذا كان علي انا قلبي مسامح لكن ده غلط في الكهنوت ما غلطش فيا يعني. يا سلام يعني شفتوا انا لعبتها ازاي شفت اللي قلتها ازاي؟ قال ادافع عن كهنوت الله العلي. لا انا من جوايا مش غافر. واصعب انسان يغفر الانسان اللي ذاته عاليه. المتضع ده يقول لك ما احنا كلنا خطاة وهو ما كانش يقصد. كان ذاتي عاليه، انا فرعون مصر. ازاي سامح واحد وبعدين شاف نفس كبير قوي 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 وانت صغير قوي قوي شوف انت بقى لما الغلطه تتواجه من الصغير للمقام الكبير تبقى شكلها ايه؟ ما تتنسيش بسهوله. واكذب واقول انا مسامح وانا مش غافر ولا ناسي. لو احنا بنضنا نقول هنلاقي يا جماعه كل الخطايا اللي احنا بنقع فيها يا اما مصدرها الشهوه يا اما مصدرها الذات. انا بس بديكم ده احنا كده خلصنا الجزء الاولاني بتاع يوحنا الدرجي لما قالوا له عرف لنا الذات. قال لهم راس وام. وما نقدرش نعرفها لكن نقدر نعرفها من مين؟ اولادها وبناتها. فاحنا استعرضنا الجزء الاولاني عشان لما نيجي نتوب ابقى عارف ان عدم الغفران اللي في قلبي او الغيره اللي في قلبي دي اساسها ايه؟ ذات. انا مش هكمل صور الذات لانه في اكتر من كده، يعني لسه في بتاع تسعه كمان بس وقتنا هيروح فايه خلينا في الايه؟ في السؤال الثاني. طبعا كلنا عارفين خطية الذات خطورتها ايه؟ وقعت الشيطان، خلت نبوخذ نصر ينزل ياكل عشب الحقل، يمشي كده على ايدين ورجلين زي الحيوانات. خلت واحد اسمه هيرودس في أعمال 12 تتشق بطنه لمجرد إن كان يتكلم كإله، فالذات واضح أن الله يقاوم المستكبرين، فالذات دي من أبشع وأسوأ الخطايا وكلنا بنتحارب بيها عشان تبقوا عارفين محدش فينا ابدا بلغ الى كمال الاتضاع او ضحض الذات بالكليه لا كلنا فينا اه بس احنا عشان ولاد ربنا بنحاول نجاهد بقى بس انا عاوز اسالكم سؤال في موضوع الذات ده ركزوا قبل ما تجاوب السؤال بيقول هل ربنا في خطته وتدبيره من اجل خلاص نفسي هل لي دور في كشف وعلاج الذات؟ ده لسه في سؤال صعب بس انا شايله لابونا حنا، الاسئله الصعبه دايما ابونا حنا اللي جاوب. مشان السؤال هساله تاني. هل الله في تدبيره وخطته من اجل خلاص نفسي بيتدخل عشان ينقذني من ذاتي؟ وازاي؟ ما دام قلت لكم ازاي يبقى بيتدخل. اوكي؟ انا بقى عاوز اوصل لازاي؟ ربنا ممكن يكون بيعمل ايه معايا؟ عشان انا ابنه وصعبان عليه ان انا اهلك بسبب ذاتي. فربنا ليه مجموعه من الادويه بيستخدمها معايا. قولوا انتوا بقى الادويه دي ايه؟ يلا عايز رفع ايدين لان اتفقنا دي لجنه نقاش على خفيف يعني. ها؟ اتفضل يا ميس. ده انت ابتديتي بالتقيل قوي يا مس في حاجات قبل كده بس انت قلتي التجارب وانا هرجع لمس نيفين واكد اللي قالته بس في حاجات اخف من كده شوي اول حاجه ربنا بيعملها ها يحطني في خدمه صعبه دي جايه بس برضو في حاجه اخف <applause> اول حاجه بيحذرني يعني إيه بيحذرني؟ بيحذرني أول حاجة بيحذرني التلاميذ عاوزين يعرفوا مين الأول ومين اللي هيكون جنبه في الصورة لما يجي في ملكوته التاني أو لما يملك على الأرض زي ما هم كانوا فاهمين فأقول لهم ما يكونش لكم الفكر ده من أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن للكل عبداً إيه ده؟ يبقى ربنا بيحذرنا من خضورة الذات انتوا ليه بتتخانقوا مين الاول ومين الألفة؟ اللي عاوز يكون الاول يكون الاخر. فبيحذرني يبعت يؤاب يحذر داوود يقول له اوعى اوعى تعد الشعب يقول له اسمع الكلام وعد الشعب فتكون ضربه الوباء اللي تضرب الشعب. ليه يا داوود عملت كده؟ اصل يقول لك الملك يتقاس بعدد رعاياه، ما هو كل واحد كان اسمه ملك زمان. بس في ملك على عشر تلاف وفي ملك على اثنين مليون وفي ملك على ثلاثة مليون فملك عن ملك يفرق زي واحد كده يقول لك انا عامل اجتماع شباب بيحضروا خمسين آه شاب فيجي لي مثلا انا اروح كبرياء واقول له ايه ده احنا عندنا اجتماعات الشباب في مرمور السبع اجتماعات فيهم اجتماع بيحضروا خمسمية ستمية اسمه الراعي الصالح واخدين بالكم من الضربه فيها افتخار فربنا حذره وربنا حذر التلاميذ وحذر داوود الت... ده دا بيحذرني من خلال امين خدمتي ولو انا متضع مش هقاوم امين خدمتي هيقول لي حبيبي انت فيك حاجه كده عايز اكلمك فيها بتحاول تعمل كل حاجه لوحدك وبتتجاهل الاتنين الخدام اللي معاك في الفصل حبيبي راعيهم شويه خد رايهم وافق على بعض الامور اللي بيقولوها اصل هما ما بيعرفوش يفكروا يا ابونا اصل مش حاسين بالولاد زي يا ابونا يعني برضو بتقاوح حبيبي طريقه كلامك فيها انا كتير قوي ممكن تقول ربنا شويه وبلاش انا دي أه انا ما اقصدش يا ابونا انا من جوه متضع جدا بس قدسك اللي مش واخد بالك شوفوا بقاوح ازاي برضو يبقى الله اول طريقه بالتعليم والتحذير ان الكنيسه بتعلمنا في كل مؤتمر وفي كل وعظه خطورة الذات يبقى ده أول إجراء بيعمله الله التعليم والتحذير بيعمل إيه تاني يعمل إيه تاني تفضل هايل يكشف لي ضعفي أو يظهر لي ضعفي أوقات الواحد بيبقى شاف نفسه جريء قوي 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 مش كده قوي وبعدين مثلا يقولوا دور كورونا ويطول معاه تبتدي أعصابه مثلا تتهز شوية. وبعدين يحس إن هو مشي في مرحلة متوسطة أو مرحلة خطر. يبتدي يخاف الله ده أنت قاعد كل كلامك عن القوة وما فيش حاجة تخوفنا ومن أجلك نمات كل النهار وإن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت آه آه فللرب نحن شوية لو بقى وكل شوية يقيس إيه حرارة وعاوز يكتب وصيته والحقوني وطمنوني وفي إيه؟ اتهز تهز جدا تهز جدا ربنا بيكشف ضعفه. في واحد بيقول لي كده قال لي ربنا مره كشف لي ضعفي فاكرين الهزه الارضيه بتاع 92 زمان قوي ما لما كنتوش نصكم اتولد لسه يعني لكن بيقول لي ايه بيقول لي هو كان له رتبه في الشرطه رتبه كبيره في الشرطه ويعني يشخط وينطر يعني ارض تهدي ما عليك قد لما حصل هو كان على السرير وحصلت الهزه الارضيه فالسرير رعش والنجفة اتهزت جاله مرض نفسي رعب رعب لو لو واحد خرفش بس كيس بلاستيك بتاع شيبسي في ايديه جنبه ينط من على الكرسي ده احنا طلعنا في الموازين ايه ده احنا طلعنا ايه مناظر فربنا عشان اتضع يبتدي حبه حبه يكشف لي ضعفاتي هايل بس بيكشف ضعفاتي مش عشان اتعقد عشان اتضع واطلب معونته كمان ربنا بيعمل ايه عشان يكشف لي الذات اللي فيا؟ احنا قلنا نمره واحد بيحذرني اتنين بيكشف لي ضعفاتي يعمل ايه؟ اصعب شويه بقى يو يرفع نعمته عني يرفع نعمته عني فاقع في خطيه تكسرني عشان كده الكتاب المقدس يقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح واكثر حاجه تذل الانسان وتحسسه انه صغير الغريزه فيقع في خطيه نجاسه يبقى رئيس شمامسه سوري يبقى راهب يبقى كاهن ملهاش كبير ما هو تكبر داوود النبي اللي الف المزامير اللي احنا بنصليها لما ربنا رفع ايد نعمته عنه لانه اهمل الله واهتم بالاكل والشرب كل يوم ومائده الملك زنى وقتل ربنا اصعب عقوبه يعملها للمتكبر ان يرفع نعمته عنه فينزل لاسوا خطيه ممكن تزله حتى دي علاج ليا حتى دي علاج ليا فمش ربنا بينتقم يعني ان لا ما انا وقعت بضعفي وبارادتي وبيميل الرضية بس أنا كنت فاكر نفسي خادم مميز الحقيقة ولما ما طلعتش آخر مؤتمر كل ولادي قالوا لي فينك يا أستاذ المؤتمر من غيرك مالكش نفس وصدقت الحقيقة أن أنا اللي بخلص النفوس مش الله وابتديت أتكلم على الخدام بقى وابتديت أتكلم على أمين الخدمة وابتديت أتكلم على الكهنة والأبونا البطرك وبعدين ربنا يقول له يا حبيبي ارجع يا حبيبي ارجع ما انتش قد اللي جاي فيرفع ربنا إيده يبعد عن الكنيسة ويقع في أسوأ خطايا ممكن تتخيلها بسبب كبريائه وبسبب ذاته العالية ربنا حافظ عليا وعليكم يا اخواتي دي حاجه مرعبه جدا جدا طيب اخر حاجه انت كنت قلت لنا حاجه من سنين يوقعني بقى في تجربه بس احنا قلناها في حته المرض شويه وقلناها في حته اي حاجه لكن ممكن نقول كده ان ممكن ربنا يسمح لي بعقوبات أرضية خفيفة محتملة، وبصراحة لو ما رجعتش ممكن يشد إيده عليا شوي لأن ممكن الله يعاقب؟ أه ممكن الله يعاقب. ربنا الحنين ده ممكن يعاقب؟ أه. لأنه خايف عليا، وبعدين هو عادل زي ما هو حنين، فممكن يعاقبني؟ أه ممكن أتعاقب الحقيقة. وتكون العقوبة فرصة أخيرة للمراجعة. لأن مهما كانت العقوبة اللي على الأرض هنا يعني ابونا يوحنا بيحكي لنا انه مره زار واحد مسجون او حاجه زي كده انا مش فاكر القصه قوي بس فاكر اللي قاله ابونا حنا قال ايه لما قعدت معاه قال اشكر ربنا انا استفدت قوي انا كنت محتاج اللي حصل ده عشان اراجع نفسي وارجع لربنا كما ينبغي عارفين زي مين زي يوسف ماشي يتعايق بالقميص الملون وينقل نميمة إخوته إلى أبيه مكتوبة كده في تكوين سبعة 37 وكالة رويتر بتاع البيت يروح لأبوه شفت شمعون كان قاعد مع يهوذا قاعدين ينموا عليك يقول لك أنت كبرت وخرفت شفت يا زاكر بيتكلم مع مش وقاعد نميمة نميمة فربنا قال له أنا بحبك قوي يا يوسف بس مش هينفع تكمل كده طيب عقوبة بسيطة قد إيه سجن 11 سنة بس 11 سنة؟ يعني بنظبطه بس هيطلع ايه؟ ينقذ العالم كله بعد كده لان انا بحبه بس هل انا اقبل هل انا افهم تعليم الله وتحذيره هل انا اقبل ارشاد اب اعترافي لما يشاور على اللي بتموتني ولا اعتبر ان محدش فاهمني في الكنيسه دي بلاها خدمه بلاها كنيسه افهم يا ابني ان ربنا بيتدرج معانا عشان بيحبنا ومطول باله عليا وعليكم قوي واحنا بدل ما نتضع نسوق فيها والذات تركبنا بالاكتر يبقى لغايه دلوقتي عملنا حاجتين الحاجه الاولانيه كانت ايه اتكلمنا على بنات واولاد الذات الحاجه الثانيه تدبير الله في عملته او كيف يتعامل معي من اجل ان انا اخف من خطية الذات السؤال الثالث والاخير ده أبونا يوحنا ابونا يوحنا أبو الندوه كان عنوانها اللي اتوزعت ونزلت على الواتساب للخدام تحقيق الذات اعتقد مش اسمها تحقيق الذات كده وانكار الذات. كل اللي اتكلمت فيه انا يمكن النص الثاني بتاع انكار الذات والجهاد ضد الذات وخطوره الذات وحاجه زي كده. انا عاوز اسالك سؤال محيرني. انا دلوقتي شاب اجتهدت قوي في ثانويه عامه وطلعت الاول على مصر، كان زمان يقول لك الاول على القطر، الاول على مصر بحالها. فرحان مش طايق فرحان فرحان فضلت اتنطط على السرير لغايه لما كسرت المله فنازل الكنيسه فبيقول عملت ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا ربنا كافئني قوي يعني جبت كام؟ انا مش هقول المجموع انا طلعت الاول وبقول الاول وعاوز اقول الاول عشان انا تعبت وعاوز افرح وحاسس ان انا من حق اقول الاول. انا بنت وطبيعي ان البنت تهتم بمظهرها شويه بشكلها، ففي ليله العيد جابت فستان جالها من الخارج ولبسته وعملت كوافير وعملت مش عارف مين، وبعدين هي قالوا لها ايه؟ كذا واحده قابلتها على باب الكنيسه، قالت لها يا مس انت اموره خالص، انت اموره اموره، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ كان مستخبي فين كل ده؟ آه آه مش طايقه نفسها خلاص يعني، حس انها اتنولت خلاص عايزه تروح خلاص. يعني مش طايقه انا، بس دي حاجه جوايا، انا عايزه احس ان انا بنت اموره. طب ازاي احقق ذاتي من خلال نجاح وازاي بعد اللي سمعناه ده ما اخافش ان انا ابقى فرحان بنفسي قوي وابقى بالونه تطير وانزل تتكسر رقبتي قدسك فهمت الوضع فالميكروفون مع قدسك وتتجاوب لنا على السؤال الصعب ده <تصفيق> 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 <تحقيق>, تحقيق الذات ده مطلب وده احتياج مش هنختلف عليه بس تحقيق الذات ازاي؟ انا اكون موجود لو شعرت انه ذاتي دي مكسوره ده صغر النفس وبالتالي ده مش صح نفسيا للانسان. تحقيق الذات يعني ايه؟ يعني انا ذاتي المتكله على الله تكون ناجحه. ذاتي المتكله على الله تكون ناجحه بفعل مين؟ ربنا طبعا مش مشان يعني ابونا مثلا بولس اشار قال انا طلعت الاول على الثانويه عام انا هحكي قصه واقعيه لوحده كلكم عارفينها وهي المرحومه اماني زكريا دي طلعت الاول على الثانويه آه عام لما جالها الخبر لقى في ناس بيتصلوا بيها يعني وكالات بقى الصحف والحاجات دي وبتاع قلت آه لهم انا طب ازاي؟ يعني كانت مستغربه جدا ولكن قالت يا رب دي نعمه كبيره أول ما استحقهاش هل فرحانه؟ اه طبعا فرحانه فرحانه بنعمه ربنا بس حاسه ان ربنا اللي اداها ليه ما تستحقهوش؟ وانا كنت بذاكر بس بعمل علي قد ما اقدر بس ربنا اداني نعمه ما كنتش متخيله يحصل كده فمش غلط تبقى فرحانه بس واضح الغلط كله ايه؟ ربنا ربنا هو اللي اداني كده فمش غلط ان انا افرح بنعمه ربنا بشكل لبس كل ده لانه الله ادهون يعني يقول لنا مثلا الكتاب المقدس عن يهوديت انها لبست ثياب عرسها وكانت جميله واعطاها الله جمالا اكثر ليه؟ لانها ليس من اجل اي شيء الا من اجل الله عملت كده نزلت عشان تخلص شعبه مش عايزه تتجمل دي واحده راهبة زي جوزها مات وعاشت بعد كده ثانية حياتها كلها في قصر عظيم جدا قاعدة في علية فوق والجواري بتوعها قلدوها بتصوم حتى المساء كل يوم وكل حياتها صلاة صلاة ونسك ولبسة ثياب ترملها يعني تقصدوا بها مسوح خيش وحاجات صعبة عاشت سنين حياتها كده لكن من أجل الله تزينت لبست ثياب عرسها فكانت جميلة هي أصلا جميلة بقت أجمل والله ده جمال أكتر وأكتر لدرجة أنه اليفان رئيس الجيوش الأشورية ما احتملش منظرها وبقى زي العي قدام إيه ده عمل الله إذا بالتالي الله ممكن يعطي كثيرا من النجاح والقوة والجمال والمرأة طبيعتها تحب تبقى جميلة مش غلط فتحب تلبس نظيف كويس تحس انها احسن من غيرها غلط وتكبر عليها على غيرها غلط تنسب الجمال لشطارتها غلط تنسب لربنا او مال تقول يا رب نعمك بدتني الشكل الحلو ده وانت عارف انا من جوه ايه يعني انت عارف خطاياي ومبيني بشكل جميل وحلو اشكرك اشكرك يا رب جدا لدرجه اللي حواليا كلهم بيقولوا ايه ده نعمتك يا رب لغايه كده كويس ده تحقيق الذات الذات المتكله على الله هي تحقيق